السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قباطة من قناة واجبية. يا جماعة معلش على الكام عشان جو حر مش قادر، جو حر هنا الساونا، اسكندرية هي الدولة، حمو بيكا والمخدرات مبطل بقاله 8 سنين. يا جماعة حمو بيكا كان في حوار مع اليوم السابع تقريبا من كام ساعة، لسه الخبر نازل حالا، فكانوا سألوه تقريبا على المخدرات معرفش ايه، ماليش في التفاصيل دي، لينا في الخبر على طول. فقال لهم انا كنت بشرب كل مخدرات الدنيا والدين كلها، حشيش مخدرات، حشيش برشام مخدرات، حشيش ترامادول مخدرات، خمرة نبيز مخدرات، كل حاجة كان بيشرب كل حاجة، ولكن بطل الكلام ده من 8 سنين. طبعا انا مش مصدق حمو بيكا. المخدرات يا بابا ما تبطلش، مخدرات جميلة، ده لو انا معايا الفلوس اللي معاك دي ده انا اقعد اشرب حشيش لحد ما ايه كيف الدماغ اللي ورايا ده املاك رطب حشيش وترامادول، لان ماليش فيه بس ناخد ترامادول ونبيز وفلوس. فالمهم خلينا في حمو بيكا دلوقتي، سيبكم مني. حمو بيكا بطل شرب بقاله 8 سنين. طبعا انا مش مصدق حمو، ولكن ربنا يهديك يا رب، ويا رب فعلا تكون بطلت شرب، ويا رب يشفيك عشان الراجل عنده مرض في معدته، مرض صعب قوي، ما هو فعلا ربنا ما بيديش كل حاجه. فخد فلوس وخد شهره وخد مرض معاها برضو عشان دي تشيل دي، بس كده دي حمو بيكا وادي المخدرات ومبطل بقاله 8 سنين، يعني تقريبا من قبل ما يتشهر او من اول ما اتشهر. مش مصدق الخبر ده، انا مش مصدقه. ماشي يا حمو، شوف لنا الصباحه معاك بقى عشان عايز استبع بعد الفطار. سلام.